أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: إمام مسجدنا إذا سهى في الصلاة لا يسجد للسهو. نعم. يقول: إمام مسجدنا إذا سهى في الصلاة فإنه لا يسجد للسهو، وإذا نوصح من جماعة المسجد قال: لا أريد أن أشوش على الجماعة، فما حكم هذا العمل؟ السجود للسهو فيه تفصيل. السجود إن كان واجبا فلا بد منه، لا بد منه، والجماعة والحمد لله يعرفون سجود السهو ولا يشوشون. أما إذا كان السجود مستحبا فهذا تركه جائز. أما السجود الواجب عن ترك السجود عن نقص في الصلاة أو عن زيادة في الصلاة سهوا أو عن شك في الصلاة هذا واجب، لا يجوز للإمام تركه. وإذا أصر على تركه فإنه يعزل. تذهبون إلى جهة المساجد المسؤولة، وإما إنه يلتزم وإلا يعزلونه، لأن هذا نقص في الصلاة. ترك سجود السهو الواجب هذا نقص في الصلاة، وقد لا تصح لأنه نقص. فإن كان إنه ما يسجد لترك لنقص النقص اللي في الصلاة أو الزيادة التي في الصلاة سهوا أو الشك الذي يحصل في الصلاة، فهذا لا يجوز تركه، بل لا بد من مذاكرته ومناصحته، فإن امتثل وإلا فإنه يعزل ويستبدل بغيره، لأن هذا نقص في الصلاة. ليس له أن يتصرف في الصلاة على حسب هواه أو على حسب اجتهاده هو، لأن بعض الناس يظن أنه صار عالم وصار يختار ويجتهد ويخالف العلماء ويقول: أنا أختار وأنا أجتهد. حصل هذا في بعض المتعالمين، فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماما. نعم.